على بعد 100 كيلومتر كانت وجهة هذه القوافل الطبية التابعة للمؤسسة العمومية الاستشفائية الجوارية لإنجزام، حيث يتواجد البدو الرحل الذين ينتظرون هذه الطواقم الطبية للتكفل بحالتهم الصحية. الغي اللي نقول سفر، اليوم غارنا الشوكة، جناس سيروم. احنا نقوم عادة بفحوصات طبية، احنا الخدمات نتاعنا تنقسم إلى قسمين. كاين قسم مثلا كما اليوم قسم تاع خدمات استشفائيه وخدمات طبيه كونسلطاسيون نديرو نعطيهم دواء دي زانجيكسيون وكاين قسم تاني هو قسم تاع اللقاحات بعد المسافات لم يثني هذه الفرق الطبيه من توفير العلاج للمرضى من مسنين واطفال لحمايتهم من الامراض المتنقله وتوعيتهم بمخاطر الامراض الخطيره وبرمجتهم لحملات التلقيح باجونا الطب يديروا لنا الدواء الى الصغار لهم الشوكه والسيرو نجوهم نجهم نديروا الفحوصات والامكانيات اللي عندنا واقفين عليها رغم صعوبة الظروف الطبيعيه تواصل هذه القوافل الطبيه عملها مع البدو الرحل بكل من جزام وذلك لتوفير الرعايه الصحيه للمواطن في ابعد النقاط هنا بهذه المنطقه الحدوديه